ويزيد الاستاذ عبد الكريم جاسر متحدث الرسمي باسم نادي الهلال وعضو مجلس اداره، ارحب فيك. اليوم امام الرائد الفارق النقطي، الهلال تعود على ان يدخل اي مباراه لديه طموح المنافسه، الان بعد فارق 10 نقاط اليوم في تسليم للدوري انه راح بس مجرد تلعبون من اجل اكمال جدول الترتيب ام انه لا زلتوا في المنافسه بصراحه ابو يزيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله شوف الفرق الكبيره يعني عقليتها انها تلعب للفوز حتى لو في تمرير، وبالتالي مثل هذه العقليه يجب ان تكون موجوده لدى اللاعبين، وهذا اللي موجود في نادي الهلال انه في كل مباراه يلعب الاسم والتاريخ والجماهير، ايضا المنافسه يعني يجب ان تكون مفتوحه الى اخر لحظه حتى يتاكد انه الفريق الفتح المتصدر بطل الدوري. لكن بشكل عام انا اعتقد انه من البدايه قلنا انه ما حنفكر في نتائج الفرق الاخرى، حنلعب لفريقنا، حنستفيد من مباراه امام فريق قوي، فريق محترم، وفريق الحقيقه يعني علاقه الهلال التاريخيه فيه يعني على اعلى مستوى، ورجالاته بالاستاذ فهد مطوع. انا اعتقد انه الفريقين ان شاء الله سيقدمون مباراه جميله ويستفيدون جميعا من المباراه. سريع بس عشان ما نطول على الزملاء في الاستوديو، يمكن البعض يفسر غياب الرئيس ونائبه في اخر مباراتين او عفوا في هذه المباراه بالتحديد على انه يعكس على عدم اهميه المباراه. بالعكس، يعني الرئيس ونائبه لم يكون ايضا في مباراه العين وهي ايضا مهمه، لكن سليمان عبد الرحمن يعني الحقيقه يعني اكثر من مره قلنا انه والده في المستشفى، نسال الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء، والامير نواف خارج المملكه في مهمه عمله، وبالتالي يعني اعتقد انه وجود الاستاذ سامي بخضير كممثل اداره النادي وامين مجلس امين عام النادي يعني يغني عن هذا الجانب. ابو يزيد طالك اليوم الكثير والكثير، يعني حتى من اعلاميين هلاليين تصريحك يبدو انه نرفز ناس كثير، خاصة فيما يتعلق بما سموه الشبوك في نادي الهلال بمصطلحاتهم طبعا، وما يتعلق بتفكرون انه تطلبون مصاريف مالية من اجل اخذ التصاريح واخذ اللقاءات اسوة باندية محترفة كما ذكرت انت. هذا التصريح كان ردة فعل كثير سلبية، يعني اتكلم عن الزملاء على الاقل في مجال الاعلام والصحافة. والله شوف عبد الرحمن، يعني في كثيرين يدورون اي شيء يعني للاساءة لعبد الكريم الجاسر، وانا يعني دائما اتابع او انا في كثير من الزملاء يرسلون لي بعض التغريدات اللي يعني في احد المرات سئلت عن قدرة الهلال على تسويق لاعبيه في اوروبا بسهولة، فقلت انه هذا لان النادي يحضر لاعبين على مستوى عالي واسعارهم فيهم ومشهورين في أندية اوروبا. لقيت التغريدات انه الجاسر يفتخر بعمل الادارة وانها تستثمر، يعني فيه لوي للحقيقه. انا الحقيقه ذكرت انه احنا نعمل بشكل منظم بشكل احترافي، والصحفيين هم من يدعوا للاحترافيه، وفي بعض الانديه في اوروبا يعني تفرض مبالغ ماديه مقابل الحوارات، وهذا قد في يوم من الايام يحصل، لكن في ناس يعني محتقنين ويعلمونك ايش تعمل. انا يعني سبق اني عملت اكثر من 13 سنه نائب رئيس قسم رياضي، وادرت ناس اعلى من بعض اللي ينتقدون، وعندي القدره اني انا اقدر قيمه النادي ومكانته وما هو مصلحه النادي، وايضا النادي له اداره برئاسه الامير عبد الرحمن سعد واعضاء شرف، وناس لهم توجيهاتهم لهم قيمتهم، وبالتاكيد انه الشيء اللي في مصلحه النادي سيتم اتخاذه، في مصلحه الفريق تحديدا سيتم اتخاذه. الصحفيين يعني احنا موجودين لخدمتهم، ولدينا لا يريدون التنظيم، لدينا استمارات للقاءات وللحوارات وكذا، يريدون ان يدخلون على المدرب في غرفته، يريدون ان يجون قبل اللاعبين في التمرين يطلبون منهم لقاءات عند هذه. اما موضوع الشبوك وما الشبوك، يعني هذه يكفي للتقليل من يعني قيمتها، انه هذه اشياء موجوده من 10 سنوات، والتمرين اللي ذكر عنه انه التمرين اصلا مغلق قبل المباراه بيومين، هذا شيء معروف ومتعرف عليه من سنوات وهم يعرفون، وكل اللي تحدثوا كلهم هم اكثر من ياخذ لقاءات وحوارات، لكنه مجرد انه يعني بحث عن شيء على عبد الكريم الجاسر، وانا يعني ما عندي مشكله في سبيل الهلال كل شيء يهم. اخر سؤال، اسف بندر طولت عليك، بس لانه طرح اليوم ما في رد رسمي من عندكم، موضوع توماس دول والشكوى في الفيفا او وكيل اعماله، ما كان في رد منكم؟ الحقيقه هذا سبق انطرح اكثر من مره، وكيل المدرب طبعا العقد اللي كان وقع مع المدرب كان مده سنتين، فاشتغل المدرب 6 اشهر، احنا اعطينا الوكيل نسبه سنه كامله، وبالتالي لم يكمل المدرب عقده، فيفترض انه يعيد لنا 6 اشهر، هو لا يريد ان ياخذ نسبه على السنه الثانيه اللي كان، يعني هو مطلوب مش طالب الان. هو مطلوب، مع الاسف انه هو يدعي انه طالب، يبغى السنه اللي ما اشتغلها المدرب ياخذ نسبتها، ولذلك هو ذكي ولم يقدم للفيفا ولم يقدم شيء. ليش ما صعدتوا القضيه انتم؟ ليش ما طلبتوه؟ احنا بالتاكيد انه في اجراءات قانونيه حتتخذ، لكن احنا ما احنا فاضيين لمثل الامور ذي، وهو على فكره يعني ما راح للفيفا لانه عارف انه ليس له حق، هو مجرد خطابات للاتحاد السعودي، خطابات لبعض الصحفيين، خطابات لبعض الجهات اللي ممكن صعد الموضوع، بالنسبه لنا يعني ما دام موقفنا سليم ما عندنا اي مشكله. اشكرك. اهلا وسهلا.